السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم معايا وزارة ديالي في فيديو جديد. إن شاء الله اليوم غنقدم لكم الإنسان إن شاء الله مشرمل. ها هو سلقتو وقشرتو، ها هو سلقتو وقشرتو الإنسان مشرمل، وغنقدم لكم التحام معمر إن شاء الله على بركة الله، معمر بالشحنة واللحم ديال الدجاج وكاشابلو خبز محمص. بسم الله وبركة الله. على المهم الإنسان غادي نستعملو في طنجرة الضغط، غنديرو في طنجرة الضغط. بسم الله غندير ليه التوابل. بسم الله شوية كامون، خرقوم، شويه الابزار، شويه الملح، وغنكثر من حيت غندير الضما، شويه بسكنجبير، شويه النويره، نديرو البصله، ها هي البصله، ها هي الثومة. غندير جوج فصوص ديال الثومة حيت كيبغي الثوم. ربيع باقي صبر كل بنفسه. الزيت ما كنكثرش على الزيت حيت الانسان ميدو، قولي جهد 4 المعالق ديال الزيت كبار. ونسال بيدوم وغانا نضي الكوكوت وضغط شحر ودابا ان شاء الله على بركة الله غنقلت معكم الحشوة اللي غايت عمر بها التحار. بسم الله غنضيفو البصلة ورونا بنص زايد، تكون كتير شوية حيت كي تبات عندي بجوج فصوص ديال التومة. هذا الخبز المحمص، هذا غير خبز عادي ديال الدار، حمرته في المقلاة، لأن المقلاة ما فرن، خبز ديال الفرن عادي، هذا القطع ديال اللحم ديال الدجاج، هذو، على بركة الله. هو الطحان مغسول ومفتوح عادي، الفتيح ديالو عادي كنشد بحال هكايا وكنخشي الموس وكنعاون بهاد الصبعة وكنزيد فيه حتى كنكمل كنفتحو. يلا بسم الله غنبداو، حيت انا هادا غنشويه مغنديروش في الفران. بسم الله غنشويه غير في الفحم في الجمر،
كان يفضل يكون مع الفحم. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنعمروا الضوء. وبالنسبه للخياطه انا ما كنخيطش، كندير غير هادو. ها هو انا من بعد ما عمرته ودرت ليه هاد السيتو بهاد الحوايج. وبالنسبه لهنايا بعد ما كنديرو فوق بشويه وقريت من الفوق كان عندي فيه الدكاك باش ما يتسلق، كنفكو بهذا السيتو باش ما يتسلق. بالنسبه ل نضيف عليه مطيطه وغنتسنى عليه حتى من بعد ما تحطنا مطيطه، وغنضيف عليه سيترود الماء على حسب المكان. الا كان لسان صغير، الا كان العجل صغير ما كياخذش بزاف ديال الوقت، نص ساعه حتى. والا كان شويه كبير ديك الساعه الا ربع، على عافيه الهيله متوسطه المهم. وكيبدا دروك حتى مشيت انا المهم في عندي تاع الانسان، المهم هو يتقلى يشرب مزيان هاد التوابل ويطلق مزيان تسميت حيت هو كيجي مغمر، كيطلق مزيان في الدغني راه كيجي لذيذ. ومن بعد ما يطيب غنتلقى ليكم ان شاء الله خبين. هو الغزالات ديالي لسان بعد ما كيطيب، وها زوقتو انا درت له غير الزيتون مثلا، لا كيجي مدغمر كيجي غزال كيجي لذيذ. غنعاود شي لكم على بنا. وها هو بالنسبه للناس اللي كيبغيو اللسان، وها هو الطيحان معمر، ها هو حيت كيتشوى على الفحم يجي في واحد المذاق لذيذ روعة. بالصحة والراحة. إذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابعونا معايا في القناة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.